دي يا وعدي يا وعدي وعدي اختو مني قلبي ما بقى لي حكام علي ما بقى لي حكام علي سرقوه اما والدوان مامتي والدوان امي والدوان سرقوه يمي والدوان حالي الله عالم بيه حالي الله عالم بيه. بالنسبة لنسيم روحي صراحة كانت أغنية زوينة وأنا كانت عجباني، ولكن زعما شنو عطاتني؟ ما عطاتني حتى شي حاجة. كنتمنى إن شاء الله في المستقبل أنني ندير شي حاجة محسن. صراحة كانت أغنية رائعة وأنا حسيت براسي أنني غنيتها بواحد الطريقة زوينة، ولكن أنا ما كانش خصني نتسرع في شي حاجات، يعني ما كنتش كنعرف شحال هذه، ولكن دابا عرفت بزاف ديال الأغلاط وإن شاء الله الأغلاط ما غاديش يتعاودوا. فاش حطيت الأغنية ديال نسيم روحي صراحة شفت بزاف ديال الناس كي بارطاجيوها وهذا، ولكن كل شيء كان كيشكر الصوت، ولكن الفيديو كليب كان ناقص بزاف. داكشي علاش أنا ما دازتش بزاف، تقريبا شي 5 أيام هكاك ومحيتها، وكنت خليتها كون غادي تطلع في المشاهدات، ولكن كان خصها يتعطاها أكثر داك الأغنية لحقاش الكلمات والألحان كل شيء زوين، ولكن الفيديو كليب اللي كان ناقص بزاف. وداكشي علاش كنفكر إن شاء الله أنني من بعد ما ندير العمل ديالي مع دي جي فان أكيد غادي نعاودها. انتقادات أنا شي مرات كنتقلق هذا أحيانا ماشي بزاف وكانوا كيأثروا عليا، ولكن بالعكس أنا وليت دابا كنشوف أن دوك الانتقادات هما اللي خلوني نبدل فيا شحال من حاجة، خلوني نصحح بزاف ديال الأغلاط كنت كنديرهم لحقاش أنا فعلا كنت كندير أغلاط، يعني فهمتي في بزاف ديال الحوايج. ولكن شي مرات الانتقادات هما اللي كيخليوك انك يعني تطور من نفسك ودير شي حاجه ما احسن. هما صراحه خرجوا بزاف، ولكن وحده اللي كان صراحه بقى في الحال اغلبيه هذوك الاخرين فهمتي شي حاجه ديال الدراري الصغار راك عارف، ولكن وحده كانت خرجت في دوك الايام اللي كانت ناض واحد سوء تفاهم مع الناس على حسب واحد الفيديو كنت درتو، وعلى فهمتي هي كانت خايبه بزاف واحد الحاجه، وشفت الناس كيبارطاجيوها وما عجبنيش الحال، ولكن الحمد لله والديا وعائلتي والناس اللي كيعرفوني الناس ديال الحومه كلشي عارفني كلشي عارفني على حقيقتي، يعني ما غاديش تاثر. ولكن بقى فيا الحال هي انه كيف ما فايت لي قلت ان صعيب يتهموك في الشرف ديالك وصافي هادشي اللي كاين. الشهره صراحه بدلات حياتي بزاف، وصراحه زادوا لي بزاف ديال الحوايج زوينين، انا ما نكرش هذا الشيء. الحاجه اللي كانت كتقلقني هما الانتقادات، ولكن دابا بشويه كنتقبل، وكيف ما قلت لك ان الانتقادات كيكونوا يعني شي حاجه مزيانه انه ينتقدوك الناس باش تصحح شي اغلاط درتيهم. وصراحه ما نقولكش انها خايبه، هي بالعكس زوينه وخايبه واحد شويه. عكس الشهرة ما خدات مني حتى شي حاجه، الشهرة بينات لي شي وحدين على حقيقتهم، ما بقيتش كنثيق وما عنديش صحابات وحتى شي واحد ما فيه الثقه، وصاحبتي هي ماما وخوتي صافي وبابا. اغنيه زوينه، انا عن نفسي زعما جاتني اغنيه واعره بزاف، ولحد الان باقا كنصنت ليها وكنتمنى ليه التوفيق. انا ما جاتني حتى شي حاجه فيها خايب، هو تبارك الله عليه فنان كبير وراه يعني ما غاديش عادي، انا جاتني زوينه وصافي. هذوك غير دراري صغار كيبقاو يقولوا داكشي عادي، انا كيف ما كتعجبني دنيا باطمه ابتسامتي سكات فنانه وحده اخرين كبارين، كيعجبني حتى سعد المجرد انا فان ديالو بحال كاع لي فان ديالو، ماشي حاجه اللي كيقولوا دوك الدراري الصغار ما كنديش عليها. وبصح ما كتعجبنيش يقولوا فحال هكاك لحقاش فهمتي عادي، اي شوفوا شي وحده بحال كاينين زملاء ديالو فنانين كيعجبهم، حتى انا بحال هكاك، حتى انا وحده من لي فان ديالو صافي، هادشي اللي كاين ما كاينش شي حاجه ما اكثر من هادشي. بالنسبه ليوتيوب انا ما كنخدموش بزاف لحقاش ما عنديش فيه الفولورز بزاف، وما تنحطش فيه شي حاجه، عندي فيه تقريبا شي 63 ألف، ما كنحطش فيه بزاف، عاد ناويه نحط فيه
وبالنسبه للانستغرام انا ما نكتبش، يعني كاينين الاشهارات اللي كيكون في كاين اللي كيكون فيه فلوس بزاف وكاين اللي ما كتكونش فيه شي حاجه. يعني اي واحد عنده شي باج كبيره، عنده الفولورز بزاف في لاباج ديالو، اكيد يدير اشهارات، اكيد ياخذ الفلوس عادي. واي واحد عنده باج كبيره راه كيتخلص على الاشهارات اللي كيدير. فهمتي، انا ما كنتبعش هاد الناس ديال الراب بزاف وهذا، وكنتمنى لاي واحد التوفيق. بالنسبه للاغنيه الاخرى ديال البيك ما شفتهاش الصراحه، شفت غير هذيك اللي كانوا كيقولوا انهم شي كيكلاشي شي هذيك اللي شفتها، ولكن كل واحد لو ستايل ديالو واللي كيدير شي حاجه الله يوفقه. كل واحد كيدير اللي بغى، انا ما نقدرش نحكم على هذا دار ولا هذا ما دارش. كل واحد كيشوف داك الشيء اللي غادي يسلكو. انا زعما واش مع هذه القضيه ولا لا، ما اكيد ما معاش لحقاش، بحكم اننا واحد المجتمع مغربي محافظ دوله اسلاميه ما خصوش يكون هادشي. ولكن كل واحد كيدير اللي بغى، اللي كيدير شي حاجه كيف ما قلت لك الله يوفقه، اللي كيتقن شي حاجه الله يوفقه فيها. هو لحد الان ما كاين حتى شي، ما كاينش شي حاجه، ولكن الا كانت الا جاني شي عرض زوين نقي علاش لا. شكرا بزاف لموقع الدار على هاد الالتفاته، وتبارك الله عليكم، وكنتمنى لكم مزيد من التالق. وتحيه لكاع الناس اللي متابعيني، تحيه الناس اللي كيبغوني، الله يخطيكم وبسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.